يا صباح الهنا والسعادة والخير والعمل والنصر والحياة، زي ما بنحب دايما كده نبدأ اليوم دايما بطاقة إيجابية. يعني يوم الثلاث خلاص منتصف الأسبوع، وعشرة الصبح في الأهلي النهاردة 15-12. بجد الثلاث شهور الأخرانيين دول يا كريم عدوا بسرعة جدا. صباح الخير على حضراتكم. صباح الفل عليكي، وصباح الفل على كل حضراتكم متابعينا ومشاهدينا في كل مكان في العالم. حلقة جديدة من 10 الصبح في الأهلي، معناها إيه؟ بطبيعة الحال أخبار جديدة تلاقوا، موضوعات جديدة تلاقوا، ضيوف إن شاء الله حضراتكم تسعدوا بوجودهم معنا في حلقتنا النهاردة. صباح الفل عليكم وأهلا بيكم في 10 الصبح في الأهلي. كلام محترم جدا، ويعني السنة خلاص يا كريم فاضل لها أسبوعين تقريبا. كل سنة وأنت طيب. بما تحمله بقى كانت من يعني إيجابيات وسلبيات، بنأمل تاني وبنفضل نقول الكلام ده وبندعي ربنا إن 2021 إن شاء الله ندخلها بداية، يعني فيها بداية خير كده وفيها بداية خطة عمل وتحقيق نجاحات بإذن الله، ونتخلص من أي طاقة سلبية. حتى الناس السلبية اللي في حياتنا قابلناهم أنا شايف إن إحنا لازم نتخلص منهم وتدخل 2021 بداية جديدة جدا. فيا رب السنة الجاية بإذن الله علينا وعلى الأهلي وعلى مصر تبقى سنة إن شاء الله سعيدة جدا. يا رب إن شاء الله. نبدأ بقى مع حضراتكم النهاردة، هنبدأ أول أخبارنا بباتسو موسيماني، طبعا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اللي قرر منح اللاعبين راحة سلبية في التدريبات النهاردة، وده في إطار البرنامج اللي وضعه الجهاز الفني للمرحلة المقبلة، ويستأنف بقى الفريق تدريباته بكرة الأربعاء استعدادا لمواجهة غزل المحلة المقرر لها الجمعة المقبل في الجولة الثانية من مباريات هنا الدوري الممتاز. طبعا زي ما احنا عارفين الاهلي حقق فوزه الاول يوم الاحد كانت بمسابقه الدوري على حساب مصر المقاصه في المباراه اللي جمعت الفريقين على استاد الاهلي بمدينه السلام، ده ضمن منافسات الجوله الاولى طبعا من مباريات المسابقه المحليه. كمان امبارح خضع لاعبي النادي الاهلي اللي شاركوا في مباراه مصر المقاصه لتدريبات استشفائيه وفقا للبرنامج البدني اللي وضعه الجهاز الفني ليهم. وكمان بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي عقد جلسه مع لاعبي الفريق قبل انطلاق المران، وشهدت هذه الجلسه الحديث عن بعض الامور الفنيه الخاصه بمباراه مصر المقاصه اللي طبعا حسمها الاهلي بثلاث اهداف مقابل هدف واحد. كمان موسيماني كان حريص على التحدث مع محمد شريف لاعب الفريق وتحفيزه قبل انطلاق التدريبات، واتكلم كمان معاه عن بعض الامور الفنيه، واشاد جدا بالمستوى اللي ظهر عليه شريف في لقاء مصر المقاصه. طيب زي ما احنا كل يوم كده وزي ما احنا واخدين مش جديد، يعني الموضوع قديم جدا، ان فرق النادي الاهلي بتبقى دايما الله اكبر يعني متالقه بطولات انتصارات وتتويج. هنتكلم بقى هنا تحديدا عن فرق تنس الطاوله اللي حققوا فيه كمان خلال يومين فريق تنس الطاوله بالنادي الاهلي تحت 15 سنه لقب بطوله الجمهوريه للناشئين والناشئات، ده لموسم 2020 و2021، وتوج ناشئ وناشئات الاهلي بلقب الجمهوريه ده بعد ما فازوا على الزمالك في المباراه النهائيه كانت بنتيجه 3-2. ومثل فريق الناشئين ومثل فريق الناشئين في البطوله كمان مؤمن هنا صلاح تحديدا، ياسر وحسين وائل، بينما ضمت قائمه ناشئات الاهلي كل منها نجوده، طبعا هنجوده البطله الجميله كانت معانا هنا لو فاكر يا كريم في البرنامج تقريبا اول ما البرنامج بدا، وجانا وجيه ومريم حسين. ده مش بس كده الحقيقه، كمان فريق تنس الطاوله في النادي الاهلي تحت 21 سنه حقق لقب بطوله الجمهوريه للناشئين والناشئات لموسم 2020-2021 في نهائي منافسات البطولة. تغلب شباب الأهلي على نادي سبورتنج بنتيجة 3-1 في المباراة النهائية بعد التأهل على حساب نادي الزمالك في مباراة قبل النهائي، بينما فاز فريق الأنيسات على جزيرة الورد بنتيجة 3-1 بعد التأهل للمباراة النهائية على حساب فريق سبورتنج بنتيجة 3-0. شارك فريق الشباب في البطولة باللاعبين يوسف عبد العزيز، مروان عبد الوهاب، كريم ياسر، أحمد البرهامي، جواد كريم، وضمت قائمة ناشئات النادي الأهلي كل من مريم هشام، مروة هشام، هانا جودة، سارة ياسر، وفريدة عبد الناصر. وعشان نعرف تفاصيل أكثر متعلقة بهذا الخبر معانا على التليفون كابتن أشرف عبد الفتاح وهو رئيس جهاز تنس الطاولة بالنادي الأهلي. كابتن أشرف صباح الفل على حضرتك، أهلا بيك. أهلا، صباح الخير. صباح الخير عليك. طبعا بداية كلام كده بنهنيكم ألف مبروك على الإنجازات الجميلة، وبرضو الحقيقة في أمور كده بتكون واضحة جدا للعيان زي ما بيقولوا، يعني بشكل ملفت للنظر، في تألق أهلاوي في عالم تنس الطاولة، يعني نعرف من حضرتك مفردات وتفاصيل هذا التألق اللي طبعا نتج عنه فوز بالمراكز اللي احنا ذكرناها في الخبر اللي فات. طبعا الله يبارك فيك. بصراحة يعني فريق تنس طاولة من الفرق اللي يعني بتتعب وشغالة تقريبا 365 يوم في السنة، يعني احنا ما بنريحش غير حاجات بسيطة بس، والمدربين والأجهزة الجهاز الفني بتاعي بيبذل مجهود
جامد جدا، واللعيبه بصراحه بيبذلوا مجهود جامد عشان نوصل للمرحله دي، عشان نوصل للمرحله ان احنا نبقى مسيطرين على تنس الطاوله في مصر. جميل. وطبعا يعني من الواضح كده ان ازمه كورونا والتوقفات اللي حصلت في رياضات مختلفه واضح انها ما اثرتش قوي بالسلب على مستوى اللاعبين واللاعبات الحقيقه، بدليل الانتصارات اللي احنا بنتكلم عنها. هو الحمد لله طبعا يعني ازمه كورونا كان صعبه شويه علينا، لان هي كان اول مره ان احنا نقف الفتره الطويله دي طبعا. نص ثلاثه لغايه نص سبعه كانت فتره طويله قوي علينا، انما احنا بعد ما رجعنا بذل مجهود جامد وظبطنا امورنا وظبطنا صفوفنا بحيث ان احنا نستعد لبطوله القاهره وبطوله الجمهوريه ونحقق الحمد لله النتيجه اللي احنا حققناها. ألف مبروك على النتيجة الرائعة والتي تتماشى تماما مع فكرة النادي الأهلي وانتصارات النادي الأهلي. صحيح، ده كلام محترم. طيب بس كابتن أشرف، أنا كنت عايز أعرف من حضرتك بس سؤال أخير. إحنا عندنا أسامي كبيرة جدا، وزي ما أنا كنت بقول لكريم، إحنا هنا جودة كانت معانا في تقريبا أولى حلقات البرنامج، وهي بطلة يعني خلينا نقول صاعدة ولها مستقبل إن شاء الله يكون كبير جدا. لو حصل إن في مثلا عقد احتراف جالها أو حاجة زي كده، هل النادي مثلا ممكن إن هو يدعمها في ده، ولا انتوا يبقى في راي اخر مثلا؟ حابة اعرف النقطه دي. هو النادي الاهلي ما بيقفش قدام لعيبته، ودليل على كده ان احنا كابتن دينا مشرف كان عقدها ساري مع النادي، وهي طبعا بنت النادي، وجالها عقد احتراف في المانيا، واحنا شفنا ان مستقبلها والعقد ده هيضيف لها كتير، فالنادي ومجلس الاداره والكابتن رؤوف عبد القادر وافقوا ان هم ان احنا نخلي دينا مشرف تروح تلعب محترفه في المانيا، فلو اي حد جاله عقد احتراف النادي ما بيتاخرش عليه يعني. صحيح، وفي الاول وفي الاخر كمان بيرفع اسم الاهلي مع اسم مصر طبعا، وبعدين ممكن يكون في العوده كمان فيها اضافه، فرائع طبعاً. جدا، يا رب يكتر من ابطالنا باذن الله في النادي. شكرا جدا ليك كابتن اشرف، شكرا لحضرتك. طيب احنا كنا حذرنا كريم لو فاكر تقريبا كان اول امبارح من تقلبات الطقس الاسبوع ده، بناء على توقعات بقى هيئه الارصاد الجويه، عايزين نعرف كده الدنيا اخبارها ايه. بس خلينا نروح نشوف دلوقتي درجات الحراره ونرجع نكمل. طيب دي كانت درجات الحرارة، عشان نعرف تفاصيل أكتر بقى خلينا نرحب بالدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات والتحليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية. دكتور محمود بنصبح عليك مرة تانية أنا وكريم، صباح الخير. صباح الفل عليكم يا فندم. حضرتك اهلا بيك يا دكتور. ويمكن احنا عرضنا درجات الحراره بس حابين برضو نطمن من حضرتك اكتر ونطمن الناس، علشان احنا داخلين على كمان ويك اند، لو حد عايز ان هو يخرج او في عائلات مثلا حابه ان هي تتغدى بره تتعشى بره، فبرضو الناس تطمن. اتفضل يا دكتور. لا هو طبعا احنا حاله عدم الاستقرار ان شاء الله هتنتهي يوم الاربعاء، وهتبقى اثار خفيفه ليها يوم الخميس، لكن ان شاء الله الجمعه والسبت هتبقى الويك اند ممتع جدا، وشبوره بس هتبقى موجوده الصبح بدري على الطرق، ولكن درجات الحراره فترات الظهر او فترات الليل منخفضه طبعا ما بين 19 و20 درجه مئويه،
فتكون الاجواء شتويه والريح هتبقى هادئه تماما واجواء مستقره بشكل كبير. ولكن مفيش امطار لكن خلال ال 48 ساعه دول هم اللي فيهم فرص سقوط امطار. القاهره ان شاء الله مساء اليوم امطار خفيفه، بكره امطار متوسطه، بس الامطار هتكون متوسطه منذ الساعات الاولى من الصباح، وهتكون في استمراريه شويه لفرص سقوط الامطار. فاحنا بنقول ان يوم الخميس الاجواء بتبدا تستقر تدريجيا وهتهدى الرياح زي ما قلت لحضرتك، ونشاط الرياح على القاهره موجود النهارده مش كلام، برضه هيقلل مستوى الرؤيه الافقيه على الطرق خصوصا طبعا المدن الجديده والطرق الصحراويه والمكشوفه، بالاضافه لانخفاض درجه الحراره اللي احنا بنستشعره دلوقتي نتيجه نشاط الهواء كمان. أيوة. لان نشاط الهواء هو اللي بيزود احساسنا بانخفاض درجه الحراره. صحيح، الصبح كان في فعلا هواء جامد جدا واحنا نازلين جايين الشغل، دي حقيقه فعلا. طيب طبعا ده بيساعد طبعا على الاحساس بانخفاض درجه الحراره. صحيح. اكثر عندي سؤال بس لحضرتك، يعني عايزه اروح بقى لقضيه هنا، وطبعا من خبرتك حضرتك جاوبني فكره تغيير المناخ، يعني يمكن احنا المناخ اللي بنشهده حاليا في تغيير برضو غير يعني الخريف السنه اللي فاتت والشتاء السنه اللي فاتت والصيف، هل الكلام ده فعلا ولا لا برضو؟ يعني بقول لحضرتك على المستوى الشخصي يمكن انا حساها، بس علميا بقى تغيير المناخ وتاثيره كمان على فصل الشتاء والفصول المختلفه، عايزين نعرف من حضرتك. هو طبعا والتغيرات المناخية موجودة طبعا في علم الأرصاد، والتقلبات التغيرات المناخية أثرت على العالم كله. صحيح. في حالة الطقس، ولكن احنا عندنا فصل الخريف، يعتبر فصل الخريف والربيع فصلين فيهم تقلبات جوية بتبقى حادة وسريعة، فممكن يكون أول الخريف السنة دي غير أوله السنة اللي فاتت، آخر السنة دي غير آخر السنة اللي فاتت. صحيح. ولكن هم الثلاث شهور بتوع فصل الخريف وفصل الربيع بتكون فيهم تقلبات جوية حادة وسريعة، بتختلف من سنه لسنه ومن يعني من وقت للتاني ومن محافظه لاخرى. لكن فكره التغيرات المناخيه بالفعل العالم كله بيتاثر بهذه التغيرات المناخيه. صحيح. سواء بالايجاب او بالسلب يعني. طب هل ده ممكن نقول راجع لفكره ان احنا شاهدنا برضو الشتاء اللي فاتت سقوط بعض التلج ولو حتى كان لمده قصيره، بس مصر ما كانش متعودين على سقوط يعني ثلوج، فخليني اعرف من حضرتك برضو. هو طبعا زي ما حضرتك ما بتقولي موضوع السلوك ده ما كناش بنشوفه كتير قبل كده، بس كان موجود، بس احنا ناخد بالنا ان في توسعات عمرانيه احنا بنعملها دلوقتي، واخر كام سنه كان في توسعات عمرانيه كتير، فكان في مناطق صحراويه بقى فيها مدن جديده دلوقتي. بقينا نعرف الجو عامل ازاي في هذه الاماكن، احنا الاماكن الصحراويه كان ممكن يكون بيتساقط عليها السلوك واحنا مش هنعرفش ان ما كانش فيها ناس، انما دلوقتي بقى في مدن وطرف جديد ودنيا اتغيرت خالص، وبدا نشوف جو جديد في المدن دي ما كناش عارفينه قبل كده. حضرتك كنت في حوار سابق معانا برضو من خلال التليفون، كنت قلت لنا ان تقريبا بتاريخ 21 ديسمبر تعتبر يعني التاريخ ده يبدا الشتاء رسميا، ولا كان تاريخ مختلف؟ بس حضرتك مشكورا تفكرنا بالتفصيل. لا بالفعل يا فندم، 21 ديسمبر الاسبوع القادم ان شاء الله هيبدا مع بدايه الاسبوع. خلاص هيبدا الشتاء فعلا جغرافيا، ويستمر معنا بقى ثلاث شهور الشتاء، انخفاض درجات حراره، تقلبات جويه وسقوط امطار. تمام. ولكن مش هنشهد ارتفاعات في درجات الحراره ملحوظه زي اللي كنا بنشوفها في فصل الخريف والفصول اللي قبل كده. ربنا يصلح الحال ان شاء الله. ان شاء الله. نشكرك جدا يا دكتور محمود، شكرا لحضرتك. صباح العسل. صباح العسل. انا معاكي على فكره في اللي انت قلتيه، بس انا ما رضيتش ايه اعقب، قلت عشان يعني ما نطولش على تغيير المناخ، عشان ما نطولش على دكتور محمود. بقالنا سنين بنسمع عن يقول لك ايه مؤتمر قمه، مؤتمر مناخ، اجتماع دول رؤساء دول عظمى عشان يناقشوا مساله تغير المناخ. كلمه تغير المناخ قعدت فتره مش مستوعبه ايه تغير المناخ، يعني لغايه ما خدت بالي ان فعلا في الكام سنه الاخاره لا الصيف اللي احنا بنشهده هو الصيف صح زي صيف زمان. صح. ولا الشتاء اللي بنشهده هو شتاء زمان، الاثنين بقوا اكثر قسوه بشكل ملحوظ. صح يعني صح جدا، فواضح ان فعلا في حاجه اسمها تغيير مناخ، ما فيش شك. والايام مش الايام، السنين اللي جايه كمان ربما تشهد تغيير تام، يعني تخيل بقى اوروبا ايه اللي تبقى حر واحنا مثلا مفيش حاجه، يعني كل حاجه ممكن. لا بس هو فعلا ليه تاثير كبير جدا، وكتير كتير كان فيه كمان يعني زي بيبقى قاز او ناس بتنزل مظاهرات كانت في دول كتيره تحديدا في اوروبا علشان فكره هنا تغيير المناخ، وان القاده العالم يهتموا بهذا الملف، يعني فالموضوع واخد حيز كبير جدا سواء على مستوى الحكومات او الشعب. إيه؟ يعني الجو حر، قاده العالم هيعملوا ايه؟ فاهم قصدي؟ يعني لا انا بستغرب برضه المظاهرات دي. لا يعني ما هو تغيير مناخ ده راجع
اسباب ليها علاقه بالتلوث وعوادم المصانع والحاجات دي كلها. فهم بيتكلموا في الشق ده، بس طبعا موضوع واسع جدا احنا يعني مش عايزين نتكلم فيه باستفاضه، ان ده مش مجال فاهمين فيه قوي، بس يعني الموضوع فعلا زي ما احنا قلنا نقدر نلخصه كده، ان لا ده الصيف اللي احنا بنشهده كنا ولا ده الشتاء اللي احنا بنشهده. نروح بقى مع حضراتكم انا وكريم دلوقتي للنادي الاهلي، ونعرف من مراسلتنا سالة حامد اخبار النادي الاهلي دلوقتي، هي موجوده في المقر في الجزيره. يا سالة صباح الخير عليكي، مصبح عليكي انا وكريم، اتفضلي. بصبح عليك يا نهواند، وبصبح عليك يا كريم، وبصبح على كل مشاهدي ومتابعي قناة النادي الأهلي في كل مكان، من هنا من داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة، وتحديدا من أكتر مكان يعني قريب لقلوب جماهير النادي الأهلي، ملعب مختار التتش، عشان أنقل لكم كل الأخبار والأجواء المتعلقة بالنادي الأهلي والفريق الأول لكرة القدم والنشاط الرياضي. خليني في البداية أتكلم عن يعني الأمور المتعلقة بالنادي الأهلي والجمعية العمومية ومجلس إدارة النادي الأهلي. النهاردة هيكون في اجتماع شهري لمجلس إدارة النادي الأهلي رئاسة الكابتن محمود الخطيب. الاجتماع النهاردة هيقوم في تمام الساعة 5 مساء بمقر النادي الأهلي بالجزيرة، عشان يناقشوا بعض الأمور والقرارات يعني اللي تخص النادي الأهلي أعضائه وجماهيره، وكمان عشان يناقشوا العديد من الملفات يعني سواء كان على الصعيد الإنشائي أو الصعيد الرياضي. الصعيد الإنشائي طبعا في فروع النادي الأهلي الثلاثة، فرع الجزيرة، الشيخ زايد ومدينة نصر. يعني شفنا نهواند الفترة الماضية شهدت يعني طفرة إنشائية كبيرة جدا في يعني فرع الجزيرة والشيخ زايد ومدينة نصر. فرع الجزيرة شفنا افتتاح البوابة الجديدة، وفي فرع الشيخ زايد شفنا افتتاح مجمع البنوك الوطنية. خليني بقى انتقل واروح الاخبار المتعلقه ب يعني الفريق الاول لكره القدم. الفريق النهارده هيكون في راحه سلبيه منحها المدير الفني بيتسو موسيماني للاعبيه بعد مباراه مصر المقصه. النادي الاهلي فاز على مصر المقصه بنتيجه 3-0، ويعني دي المره ال 47 في تاريخ النادي الاهلي ان هو يفوز في انطلاقه وبدايه موسم الدوري الجديد. يعني فوزه على مصر المقصة ده رقم 47 في تاريخه. وبكرة إن شاء الله الفريق هيستأنف تدريباته يوم الأربعاء، التجمع هيكون الساعة 1 والتدريب هيكون الساعة 2 استعدادا لمواجهة غزل المحلة يوم الجمعة. المباراة هتقام في تمام الساعة 7:30 مساء على استاد الأهلي والسلام بدلا من استاد غزل المحلة. طبعا ده بعد قرار من الاتحاد المصري لكرة القدم بعد موافقة الفريقين أنه يتم اللي تقام يعني المباراة على استاد الأهلي والسلام. طبعا بنتمنى التوفيق لفريقنا فريق النادي الأهلي ومواصلة سلسلة انتصاراته. يعني شفنا الفترة الماضية سلسلة انتصارات بطولة دوري أبطال أفريقيا، كأس مصر، وفوزها على مصر المقصة في المباراة الافتتاحية، المباراة الأولى في الموسم الجديد من بطولة الدوري الممتاز. إن شاء الله يعني يفرح جماهير النادي الأهلي يوم الجمعة ويفوز على غزل المحلة في الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز. خليني بقى انتقل واروح للاخبار المتعلقه بالنشاط الرياضي. امس سيدات النادي الاهلي لكره السله فازوا على الجزيره بنتيجه 87-63 في مباراه الذهاب في الدور الثمانيه من بطوله الدوري المرتبط، وبكده سيدات النادي الاهلي يعني بيحتاجوا بس لمباراة واحدة من مباراتين الإياب في بطولة الدوري المرتبط. أول مباراة يعني هتكون يوم الخميس القادم في تمام الساعة 6 مساء في مركز الشباب الجزيرة. يعني لو فازوا من مباراة واحدة من المباراتين هيتأهلوا لمباراة نصف نهائي من بطولة الدوري المرتبط. كمان رجال السلة بقيادة كابتن أشرف توفيق النهاردة إن شاء الله هيسافروا للإسماعيلية الساعة 2 استعدادا لدخول معسكر مغلق لمواجهة نادي الزمالك في الدور الربع النهائي من بطولة الدوري المرتبط. يعني المباراة دي إن شاء الله هتقام يوم الخميس مساء الخميس على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية. كمان امس الاتحاد المصري لكره اليد يعني اجرى قرعه بطوله كاس مصر، ويعني اسفرت القرعه على ان النادي الاهلي هيواجه نادي الحوار في دور 32 من بطوله كاس مصر. ده طبعا بعد يعني ما مصر تنتهي من استضافه بطوله كاس العالم لكره اليد، واللي يعني هتقام في مصر ان شاء الله من يوم 13 حتى يوم 31 في يناير المقبل، الشهر المقبل ان شاء الله. يعني طبعا يعني بتمنى ان مصر تستضيف وتنظم البطوله دي يعني بشكل رائع
يطلعوا بشكل يعني يليق باسم مصر. وطبعا نتمنى التوفيق لمنتخبنا الوطني في بطولة كاس العالم لكرة اليد. كمان يعني بنت نادي الاهلي ميار شريف اعلنت عن مشاركتها في بطولة الدوري المصري للتنس باسم النادي الاهلي يعني من فترة يوم 13 حتى يوم 22 من يعني شهر ديسمبر الشهر الجاري. يعني دي كانت ابرز واهم الاخبار المتعلقة بالنادي الاهلي والفريق الاول لكرة القدم والنشاط الرياضي في مقر النادي الاهلي في الجزيرة. والان العودة للاستوديو مرة اخرى. واحنا بنشكرك جدا من الاستوديو انا وكريم يا سالة على هذه التغطية. شكرا لك. تعالوا بقى نروح نتعرف كمان على مجموعة من أهم الأخبار الرياضية في الصحف والمواقع العربية والمصرية والعالمية من خلال مراسلتنا العزيزة مريم سميح موجودة حاليا هي في مقر موقع القاهرة 24. مريم صباح الخير عليك. بصبح عليك يا كريم، بصبح عليك يا نهواند، وبصبح على كل مشاهدينا مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. طبعا زي ما عودناكم جولة صحفية جديدة من داخل مقر موقع القاهرة 24. هيكون معانا عدة أخبار ولكن أهمها وأبرزها طبعا الأخبار المتعلقة بمنتخب الشباب بعد إصابة 17 أو يعني جمعهم 18 طبعا مع إصابة كابتن ربيع ياسين المدير الفني للمنتخب. دي أهم الأخبار اللي تناولتها النهاردة المنشطات الصحفية المصرية وكمان العربية. ولكن البداية من موقع القاهرة 24، منتخب الشباب يطالب بتأجيل مباراة ليبيا والكاف يشترط 15 لاعب في قائمة الفراعنة. يعني طالب منتخب الشباب بقيادة ربيع ياسين أنه يتم تأجيل المباراة التي كان المقرر النهاردة أن يلعبها منتخب الشباب المصري أمام ليبيا في بطولة شمال أفريقيا والمؤهلة لطبعا كأس الأمم الأفريقية موريتانيا 2021 بعد إصابة 17 من اللاعبين من الفريق فيروس كورونا إضافة إلى إصابة كابتن ربيع ياسين كمان. وطالب يعني المنتخب بتأجيل هذه المباراة ولكن الكاف شايف أنه كان ممكن أن النهاردة المباراة تتلعب بعد ما تم الإعلان عن سلبية مسحة 3 لاعبين ولكن بيتبقى لاعب واحد علشان يكون القائمة كاملة بال11 لاعب الأساسيين والأربع لاعبين اللي هيكونوا ضمن الاحتياطي. وكمان قال الموقع أنه في حالة واحدة أنه هناك يكون 15 لاعب في قائمة الفراعنة. وطالب ربيع ياسين المدير الفني للمنتخب الشباب واللي تأكد كمان من إصابته بضرورة تأجيل المباراة وكمان بعد تحول نتيجة 3 لاعبين إلى نتيجة سلبية كمان عبر عن غضبه الشديد أنه 5 منتخبات موجودين في مكان واحد أو يعني مقر إقامة واحد وهو الفندق وشايف أنه ده عدم تنظيم ولسه يعني لم يتم الإعلان عن النتيجة النهائية. ولكن من المقرر انه كمان هيجري الجهاز الفني واللاعبين مسحة نهائية قبل المباراة ومن الممكن ان يتم يعني اقامة المباراة في موعدها لو فعلا الكاف وافق على انه يتم اعطاء اكسبشن او استثناء ان يكون 14 لاعب وليس 15 لاعب. من موقع الإمارات اليوم، منتخب مصر للشباب يتعرض إلى صدمة كبرى في تونس. يعني تناول التقرير الخاص بالإمارات اليوم أنه تعرض 17 لاعب من منتخب الشباب مصر للشباب للإصابة بفيروس كورونا كوفيد-19 قبل يوم واحد فقط على انطلاق بطولة شمال أفريقيا لكرة القدم المقرر إقامتها في الفترة من 15 وحتى 28 ديسمبر الجاري. وكمان قال التقرير أنه يعني تم مع اللجنة الطبية لاتحاد شمال أفريقيا عقدت اجتماع مع وليد منظور من أجل بحث إجراء مسحة تانية لبعثة منتخب الشباب مصر تحت 20 عام بعد أن تقدم المدرب ربيع ياسين بطلب عاجل لها. وكان من المقرر إقامة مباراة مصر مع ليبيا اليوم وكمان يواجه نظيره التونسي يوم 18 من الشهر نفسه. ومن المقرر كمان أن يلتقي مع المنتخب الجزائري يوم 24 ويختتم المواجهات مع المنتخب المغربي. أما على المستوى العربي من موقع كورة، حدث تاريخي بخسارة الهلال والنصر. شهدت الجولة الثامنة بالدوري السعودي للمحترفين رقم تاريخي في الخسارة بخسارة حامل اللقب الهلال ووصيفه النصر في جولة واحدة. ويمكن دي المرة الثالثة اللي تحصل في التاريخ لأن سقط الهلال في فخ الخسارة الأولى في هذا الموسم أمام ضيفه الوحدة بالرياض بنتيجة 2-1. وكمان النصر تكبد هزيمة على يد الأهلي جدة
بنفس النتيجة 2-1 مواصلا نتائجه الكارثية في أول 8 جولات من عمر المسابقة، وهذه هي المرة الثالثة زي ما قلت في أول التقرير اللي بيحصل فيها هذه الخسارة بالنسبة للفريقين. ومن موقع يلا كورة، المستوى الثالث لخطورة الوباء كورونا بيحرم أندية البريمير ليج من جماهيرها. للأسف أنه أعلنت الحكومة البريطانية انتقال الحالة الوبائية لفيروس كورونا إلى المستوى الثالث في العاصمة الإنجليزية لندن بداية من غدا الأربعاء، بعدما وصل عدد المصابين في إنجلترا إلى 1,870,000 إصابة بكوفيد-19. وطبعا ده انعكس على الملاعب أو أندية البريمير ليج، بعدما أكد مات هانكوك مدير وزير الصحة البريطاني أنه تقرر نقل لندن من المرحلة الثانية للخطورة إلى الثالثة بداية من أمس الاثنين الماضي ولمدة أسبوعين مقبلين، كمان على أن يبدأ تطبيق يعني الإجراءات بداية من غدا الأربعاء وفقا للبروتوكول الخاص بالتعامل مع فيروس كورونا في إنجلترا. فإن إجراءات المستوى الثالث يعني تتلزم أو تمنع التجمعات الخارجية لأكثر من 6 أشخاص بالنسبة ليعني المناسبات أو الإجراءات الخاصة بالرياضة، ومنع التدريبات الجماعية للرياضيين في الأماكن المغلقة، وسيتم منع حضور أي جماهير في أي يعني مباريات. وطبعا يعني عايزين نقول إن اللي بيخوضوا الدوري الممتاز أو البريمير ليج هم 6 أندية، يعني هيتم التعامل معهم وفقا لهذا البروتوكول خلال الفترة المقبلة أو بداية من غد الأربعاء، وهم أرسنال وتشيلسي وكريستال بالاس وفولهام وويست هام وتوتنهام. وأخيرا من سكاي نيوز عربية، مصدر كتالوني: ميسي سيرحل لا محالة إلا إذا. يعني كشف المرشح لمنصب رئاسة برشلونة الإسباني أميلي روسو عن السبب الوحيد اللي هيجعل ميسي يعني يرحل عن صفوف النادي. طبعا هيكون في جلسة مع ميسي خلال الأيام المقبلة هيتكلموا فيها إنه هو لازم يخفض الراتب الخاص به، وإذا لم يوافق ميسي فسيرحل عن النادي. هو كمان أضاف يعني في تصريحات صحفية لصحيفة آس الإسبانية إنه يعني لازم الحقائق إنه تنقل كما هي، يعني بما لا يتعارض مع مصالح النادي. وميسي طبعا يعني من أبرز لعيبة النادي وطبعا من النجوم، وطبعا نادي يعني برشلونة بيسطر تاريخ ميسي، ولكن بما لا يتعارض مع مصالح النادي. وإذا لم يوافق ميسي على تخفيض راتبه وهو ما يتعارض مع مصالح النادي، سيكون هناك نهاية العقد وسيرحل نهائيا لا محالة عن النادي. دي كانت جولة يعني لأبرز أخبارنا الصحفية على مستوى منتخب الشباب طبعا وكمان العربية والعالمية. بشكركم جدا، عودة للاستوديو مرة أخرى. احنا اللي بنشكرك زميلتنا العزيزة مريم سميح، شكرا جزيلا على هذه التغطية الصحفية المميزة كالعادة. الحقيقة بنشكرك شكرا جزيلا. ده في متغيرات كتير الظاهر الفترة الجاية. سمعتي خدتي بالك من الخبر الأخراني اللي هو موضوع ميسي وان هو لا ده ما خفضش أجره؟ تحسي ان الخبر ده بيطرطش ملايين الدولارات، بس ده يعني خلي بالك ده مش جديد، لان احنا كنا تناقشنا قبل كده في الموضوع ده، كمان كان من 3 اسابيع لما المفاوضات بين برشلونة وميسي، يعني الموضوع كان في كلام كتير. بس خلاص شكلها كده، ما هو مفروض بقى فعلا تتحسم. بس احنا اكيد بنشكر مراسلينا، التغطية بتكون اكثر من رائعة، وانا وكريم بنوعد حضراتكم ان الفترة اللي جاية بقى فيها تغييرات كتيرة جدا في فكرة برضو الصحافة، واحنا هنعمل فقرة على المرور. كل ده هيتم على ارض الواقع، وانا وكريم هنبقى مسؤولين على انه ان شاء الله ان هو يتم على ارض الواقع. مع السنة الجديدة كمان هيبقى في حاجات كتيرة جدا وفقرات كتيرة جدا هتكون في 10 الصبح في الاهلي، فيعني انتظرونا باذن الله في شكل جديد. خلينا نكمل بقى مع حضراتكم. وموسم الشتاء هو الموسم اللي زي ما احنا عارفين بتقام فيه كتير، بس من سباقات تحديدا التزلج في البلدان اللي بيكون فيها يعني تلج. نروح بقى للسويد تحديدا، واللي تم اعلان فوز مشترك في بطولة التزلج الحر المقامة في السويد، وتأتي النتيجة هنا مشاركة بين مات جراهام ولودفيك فيجالستورم، هما دول اللي هيكونوا مع بعض في هذا السباق وسباق مشترك. ومن التزلج على الجليد إلى أجواء أكثر دفئا بكثير الحقيقة، خبر اللي جاي عن الاسكواش، وتمكنت الإنجليزية المصنفة رقم 6 على العالم سارة جين باري من الانتصار على حاملة اللقب المصرية هانيا الحمامي في بطولة بلاك بول المفتوحة للسكواش. الحقيقة كلمة حق لازم تتقال، يعني رغم الخسارة لكن هانيا أدت بشكل أكتر من رائع، وكانت متقدمة يعني بمجموعتين قبل أن تعود الإنجليزية سارة جين باري وتكسب اللقاء بواقع 11-4 11-9 11-9 12-10 و11-9. طبعا ده حصل في المباراة اللي جرت في القاهرة. طيب من السكواش نروح للجولف، فاز هاريس إنجلش ومات كوتشر
في الجولة النهائية الفاصلة من بطولة كيو بي إي للجولف، وبيعد هذا الفوز اللقب الثالث في نادي تيو بيرد للجولف في فلوريدا. خلينا نروح نتابع. عايز أقول لحضراتكم أن كيو بي إي دي بدأت عام 1989 تحديدا هذه المنافسة. مش نهواند أخذت حضراتكم من التزلج للجولف، أنا بقى هرجع بيكم بعد إذنكم على التزلج مرة تانية. فازت ميكايلا شيفرين بأول سباق تزلج ليها في كأس العالم في فرنسا منذ وفاة والدها قبل حوالي عام. حافظت شيفرين على تقدمها لأول مرة في سباق المتعرج الطويل وأكملته بفارق يمكن كسر من الثانية على فيدريكا برينوني، وجاءت بعدهم بطلة العالم السابقة تيسا ويرلي في المركز الثالث. في ناس بقى بنقول بيصنعوا بطولات لفرق وأندية، كان منهم شخص اللي هنتكلم عنه دلوقتي وهو توفي أمس المدرب الفرنسي السابق جيرار أويي اللي أشرف على المنتخب الوطني الفرنسي وليفربول الإنجليزي وليون وباريس سان جيرمان. توفي عن عمر 72 عام بعد 73 عام تحديدا بعد أيام من خضوعه هنا لعملية جراحية. عانى أويي مشكلات صحية كتيرة وكان خضع لعملية جراحية لأول مرة كان في 2001 قبل مباراة لفريقه السابق ليفربول، إلا أن خلينا نقول ذلك لم يمنعه من مواصلة مهمته التدريبية لغاية عام 2011، وكان وقتها أصلا فيلا الإنجليزي هو مهمته بقى التدريبية الأخيرة. طبعا اسم كبير جدا وعشاق كرة القدم، يعني اللي متابعين طبعا عارفين من هذه القامة الله يرحمه، بس يعني هنقول إيه؟ هو يعني عندك حق بس هو أحزن الخبر ده. عايز أقول لك أحزن الناس طبعًا. كتير جدا على السوشيال ميديا امبارح أنا تابعت، يعني كان هاشتاج بشكل واسع جدا، الناس كتير كانت حزينة على وفاته. يعني أصل ده جزء من تاريخ كرة القدم الفرنسية تحديدا صح. وإن كان طبعا زي ما أنت بتقولي الحقيقة عشاقه ومحبيه والناس اللي عارفة قيمة وقدر هذا الاسم مش بس من فرنسا، لأن هو يعني يمكن إنجلترا هي البلد الوحيدة اللي خرجته بره حدود فرنسا. أشرف أويي على عدة فرق خلال مشواره التدريبي اللي ابتدى عام 1973، أبرزها نوادي لانس وباريس سان جيرمان وليون، طبعا ده كله على الصعيد الفرنسي، فيما كان ليفربول وأستون فيلا هم الفريقين الوحيدين اللي طلعوا بيه خارج الحدود الفرنسية. استلم أويي تدريب فرنسا عامي 1992 و93 بعد ما كان بيشغل منصب مساعد المدرب في الفترة ما بين 1988 و1992. الحقيقة أويي كمان كان هو مهندس التتويج الأول لباريس سان جيرمان الذي حصل على لقب الدوري الفرنسي عام 1986، ثم توج بطلا أيضا مع ليون عام 2006 و2007، فيما توج مع ليفربول بألقاب الكاس في 2001 وكأس الرابطة في 2001 و2003، بالإضافة لكأس الاتحاد الأوروبي وكأس السوبر الأوروبية في 2001. نروح نوستالجيا كده ونتكلم شويه في التاريخ والاهلي، ونوستالجيا الاهلي زي النهارده 15 ديسمبر بس عام 1950 فاز النادي الاهلي على نادي فاروق اللي هو برضو الزمالك، كان وقتها 2-0 في الدوري العام، والفوز ده كان الثاني للاهلي على الزمالك في تاريخ لقائهما ببطوله الدوري العام وقتها. يمكن الصور دي احنا عرضناها امبارح يا كريم مش جديده، بس احنا بنتكلم برضو في نفس تقريبا التانية كانت 45 دي 50، بس هو نفس الفريق يعني، بس اكيد كنا عايزين صور جديدة. كمان زي النهاردة يوم 15 ديسمبر من عام 1981 ده كان يوم مولد واحد برضو من الأسماء العزيزة قوي على قلوب معظم الأهلوية إن ما كانش كلهم الحقيقة، مولد حسام غالي نجم النادي الأهلي في الألفية الجديدة، واللي خرج من صفوف قطاع الناشئين في النادي الأهلي وضموا الألماني راينر تشوبل للفريق الأول عام 2000 واستمر حتى عام 2018. خلال مشواره الكروي احترف في أندية مختلفة الحقيقة، توتنهام وديربي كاونتي الإنجليزيين، واحد من الفرق الهولندية، ليرس البرجيش والنصر السعودي، وطبعا كان لاعب محوري في منتصف الملعب وتميز بأدائه الرشيق اللافت للنظر، وأحرز مع النادي الأهلي 15 هدف ساهموا في فوز الأهلي ب10 بطولات مختلفة، طبعا كان أبرزها دوري أبطال إفريقيا مرتين وكأس الكونفدرالية مرة وزيها برضو كأس السوبر الإفريقي. تعالوا نشوف مع حضراتكم هذا التقرير عن رسالة الجماهير لحسام غالي ونرجع نكمل كلامنا. هنروح فاصل بقى. لا والله قبل الكلام ده يعني هنشوف ونطلع فاصل. اوكي طيب احنا هنشوف الاول لا ومن على طول على الفاصل ماشي، المهم نشوف الاول. يلا طبعا كابتن حسام ده عشق الاهلاويه، احنا بنحبه جدا وبنقول له كل سنه وانت طيب يا عالمي وكل لحظه وانت بخير ودايما ناجح ومشرف النادي الاهلي كله
ويا رب كل اللعيبه تبقى زي كابتن حسام. طبعا كل سنه طيب. يعني كابتننا كبير طبعا، يعني كابتن النادي الاهلي واكبر وجرينتا نادي الاهلي، وطبعا شخصيه قياديه طبعا. كل سنه هو طيب ويا رب دايما بخير. كابتن من كباتن الاهلي الكبار جدا اللي شرفونا ورفعوا راسنا دايما فوق. كل سنه طيب كابتن حسام. كل سنه هو حضرتك طيب وعقبال 100 سنه وربنا يديك الصحه والعافيه ودايما كده تبقى يعني مفخره للنادي الاهلي. كابتن حسام غالي ده لعيب من القطاع، اتربى في النادي وكلنا بنحبه، هو موهبه طبعا فذه، وبنقول له وحشتنا جدا في النادي في بيتك. كل سنه وانت طيب. شكرا ليكم كلكم، شكرا شكرا جماهير النادي الاهلي كلها، شكرا. كل سنه وهو طيب طبعا وعقبال 100 سنه. هو يعني عطاؤه للنادي الاهلي كان عطاء كبير ويستحق كل التكريم من الأعضاء ومن الجماهير لأنه هو شخصية محبوبة. طبعا أقول له كل سنة وهو طيب، وإن شاء الله نشوفه بقى يدرب كده نادي كبير ويبقى قيمة وقامة زي ما معودنا دايما. كل سنة هو طيب وعقبال 100 سنة، ونبعت له أغنية هابي بيرثداي تو يو. أقول له كل سنة وهو طيب وعقبال 100 سنة إن شاء الله وهو معانا كده وربنا يخليه. كل سنة وكابتانه طيب ونشوفه دايما بخير، وده من علامات النادي الأهلي اللي الجمهور بيحبه جدا. أحب أقول الكابتان وكل سنة وانت طيب، وعشنا معاه أحلى ذكريات وكان من أجمل وأشيك الكباتن في النادي الأهلي. ما نزلوش ماتش اللي سلم فيه الكاس لعماد متعب، وحالة الحب اللي نزلت الدموع من عينينا كلنا. يعني موقف رفع الكاس لما كان عايز هو وعماد متعب يرفعوا الكاس حاجة طبعا تشرف، يوريك المدى قدرة القيادة في النادي. طبعا كل سنة هو طيب كابتن حسام غالي، وافتكر له لما مرة رمى نفسه عشان ينقذ كورة. من أحسن كباتن جات الأهلي كقائد كلعيب بيموت نفسه على الكورة. مش هنسى الماتش ساعة لما نزل بدماغه على خط التماس عشان يلحق الكورة بدماغه ولحقها فعلا. كفاية روحه القتالية في كل ماتش وروحة الفريق، وبس روح الحب والجماعية وخوفه على النادي الأهلي وحبه للنادي الأهلي. افتكروا أنه لعيب أحسن لعيب جاي في النادي الأهلي وكان مخلص للنادي الأهلي. الأهلي دائما مصنع الأبطال. بطلون اليوم هو أحد أهم لاعبي ومدربي الجمباز في القلعة الحمراء ومنتخب مصر للناشئين، هو الدكتور كريم علي عبد الرحمن. كلاعب شارك في العديد من البطولات مع الأهلي في الفترة من عام 1996 وحتى 2007، وتوج بالمركز الأول مرارا وتكرارا، كما شارك في المحافل القارية والعالمية مع منتخب مصر في الفترة من عام 1992 حتى 2007. كمدرب بدأ مشواره التدريبي بتدريب فريق المبتدئين تحت 7 سنوات وتحت 8 سنوات بالنادي الأهلي، وتحقيق المركز الأول في بطولة منطقة القاهرة والجمهورية، ثم تدريب فريق الدرجة الأولى والثانية بالنادي الأهلي وتحقيق المركز الأول في بطولة الجمهورية والبطولات المفتوحة للمناطق من عام 2011 إلى عام 2015. وعن النتائج الدولية مع منتخب مصر للناشئين الذي يتولى تدريبه، حصد المركز الأول والميدالية الذهبية للفرق في البطولة الإفريقية للناشئين بناميبيا مايو 2018، والمركز الأول والميدالية الذهبية للفرد العام لنفس البطولة. كريم علي يروي العديد من الذكريات والاستعدادات للفترة القادمة لفريق الأهلي ومنتخب الناشئين. اهلا بكل حضراتكم من جديد. في تقديري الفقره دي هتكون في منتهى الاهميه لكتير جدا جدا الحقيقه من اولياء الامور الاباء والامهات اللي بيكونوا دايما حريصين على ان اول رياضه يعني يخلوا اطفالهم يمارسوها هي رياضه الجمباز لاسباب مختلفه ولاعتبارات مختلفه، ولكن من ضمن القواسم المشتركه الموجوده في اذهان وفي فكر كتير من اولياء الامور دول فكره ان الجمباز بتاسس جسم كويس، طبعا بعيدا عن الرشاقه واللياقه والمرونه الى اخره، لكن فكره ان هي بتاسس جسم كويس دي برضو من الافكار الشبه ثابته في
في اذهان كتير جدا من اولياء الامور، فبندعو حضراتكم طبعا لمتابعه فقرتنا دي اللي هينورنا من خلالها دكتور كريم عبد الرحمن وهو مدرب النادي الاهلي ومنتخب مصر للجمباز. صباح الفل على حضرتك. صباح الخير يا استاذ كريم. صباح الخير يا استاذ نهاوي. صباح الخير يا دكتور، وسعداء بوجود حضرتك بجد. انا اسعد بحضرتك وربنا يوفق ان شاء الله حضراتكم، متالقين في كل المجالات وفي كل البرامج اللي بنشوفكم فيها. ربنا يخليك يا دكتور كريم. وعايز ابدا مع حضرتك بقى بفكره هنا تدريبك للفريق الاول للجمباز بالاهلي، ده كان تقريبا عام 2009 حسب معلوماتي لحد هذه اللحظه، وبرده حضرتك كنت لاعب سابق يعني وتركت تقريبا في سن ال 30 وبعد كده اتجهت للتدريب. خلينا نبدا من الجزئيه دي. انا كنت لعبت المنتخب مصر 15 سنه، ودي مده طويله ان حد يلعب فيها ممثل منتخب مصر. كنت اصغر لعيب في دوري العرب الافريقيه سنه 95، اشتركت في كتير من البطولات، ربنا كرمني ولعبت 4 بطولات عالم، حققت مراكز متقدمه الحمد لله مع منتخب مصر، مركز ثامن على مستوى العالم، مركز ثالث في كاس عالم. اعز البطولات عندي اللي انا كنت مقرر قبليها ان انا هعتذر، حتى كنت قايل لزملائي انا هكسب اول في البطوله دي وهعتزل دوره العرب العربيه في مصر. هي بطوله دوره العرب العربيه بس هي بالنسبه لي كانت معز بطولات عندي، لان فعلا ربنا كرمني حققت المركز الاول واعتزلت. اتجهت لمجال التدريب بعد كده واصريت ان انا ابدا بالاولاد الصغيرين. ان انا نسيت خالص انا كنت لعيب جمباز، ان العمليات التدريبيه عمليه تانية خالص. مختلفه تماما. مختلفه تماما، عمليه التدريب مختلفه تماما، فلازم احط نفسي كمبتدئ في مجال التدريب. ما خرجتش من مجال اللاعب الدولي على ان انا لاعب دولي لازم امسك فرق كبير. لا، قلت انا هبدا كاني في مدارس الجمباز، انا مبتدئ. فاصريت ان امسك اولاد صغيرين اتعلم منهم واخد من خبره كل واحد واقف جنبي في الملعب. واولهم كان استاذ دكتور احمد علي عبد الرحمن اخويا الكبير ومدربي شخصيا يعني. كان بيقف جنبي وبيساعدني ويقول لي تعمل كذا وما تعملش كذا، وقعدت سنتين امرن اولاد صغيرين وربنا كرمني فيهم الحمد لله، كنا بنكسب من اول سنه. قعدت النادي الاهلي. وقبل ما ابدا انا عايز بس ابارك النادي الاهلي على النجمه التاسعه. هنبارك على ايه ولا ايه؟ نبارك على حاجات كتير قوي. هتخلص لنا الفقره يا دكتور، هتخلص لنا الفقره في التهاني. بس عايز، لا لازم ابارك طبعا. لا بس ما شاء الله فعلا يعني زملائي يعني ومجلس الاداره برئاسة كابتن محمود الخطيب على السعاده، على الاقل حاجه على السعاده اللي دخلوها علينا. صح. كفريق عمل في النادي الاهلي. انا بعتبر نفسنا في النادي الاهلي احنا فريق عمل، احنا مش رياضات منفصله، احنا فريق عمل كل واحد بيعمل في مجاله لرفعه شان النادي الاهلي. يعني هو عيله الاهلي. احنا عيله الاهلي فعلا، سواء القناه سواء الجماهير. ايه يعني اتفرج على اللعيبه هم بيلعبوا جنب، احنا ملعب الجمباز جنب ملعب الكوره، فاتفرج على اللعيبه بتاعه الجمباز وهي بتلعب مع قاعده مع لعيبه الكوره بتتفرج عليهم وفي سلامات متبادله بينهم، دي حاجه جميله يعني. لا وفي كمان يعني قواسم مشتركه بين كل الفرق اللي بتحمل شعار النادي الاهلي، في دايما انتصارات ايا كانت الرياضه اللي بنتكلم عليها. ودي حاجه دايما يعني. فبعد كده بعد 2009 كان تولى الاستاذ الدكتور محمد فؤاد رئاسه الجهاز. اصر ان انا اطلع امسك فريق درجه اولى، ما كانش في فريق درجه اولى بمعنى فريق، كان في لعيبه ومنفصلين. فقعدنا سنه نجهز في الفريق من الدرجه الثانيه، لعبنا بيهم والحمد لله ربنا كرمنا بالمركز الثاني، وبعدين اتصعدنا درجه اولى، وبعدين من سنه 2010 لغايه سنه 2016 بنكسب المركز الاول. ما شاء الله الحمد لله، حاجه محترمه. لا الحمد لله، وكان عندنا لعيبه محترمه، لعيبه جيده جدا، سواء كانوا في المنتخب، وكان عندنا 3 لعيبه يمثلونا في المنتخب، وبقيه الفريق قوامه الاساسي من داخل النادي الاهلي. وفي لعيبه في الدرجه الثانيه برضو كان عندنا منهم 2 أو 3 لعيبه في المنتخب، فالحمد لله النادي الاهلي دايما بيغذي المنتخبات الوطنيه بلعيبه على مستوى عالي جدا. جميل. طب انا عايز اقف عند تفصيله كده صغيره، نهاوند في وسط الكلام بتقول ان حضرتك اعتزلت في سن ال 30 واتجهت بعدها للتدريب، هل بلوغك سن ال 30 هو ده اللي خلاك تاخد قرار الاعتزال؟ بعباره اخرى هل في حد اقصى لعمر لاعب الجمباز؟ هو مفيش حد اقصى لعمر لاعب الجمباز، خصوصا مع الايام اللي احنا فيها دي دلوقتي. لعيبه الجمباز اتجهت للتخصصيه. يعني ايه التخصصيه؟ ممكن تلاقي لعيب بيلعب جهاز واحد من اجهزه الجمباز متخصص فيه، زي عندنا البطل الكبير بطل منتخب مصر علي ابو القاسم، محقق حاجات رائعه على مستوى العالم، من المرشحين لدخول الاولمبياد، بيلعب جهاز الحلق بس. وكم نوع من الالعاب في الجمباز؟ احنا عندنا اجهزه الجمباز، احنا عندنا الجمباز مقسم انواع، في جمباز فني بنين وجمباز فني بنات، وفي جمباز ايروبيك، وفي انواع كتير. بس الجمباز الفني بنين فيه 6 اجهزه.
اوكي. اللاعب بيلعب المفروض يلعب بستة اجهزه، بس في لاعب عشان منع التسرب من الجمباز لقيتك مميز في الجهاز، طب ماشي انا ممكن اخليك تكمل في الجهاز ده وتحقق فيه انجازات على مستوى العالم. خصوصا ان بقى في بطولات على مدار العام اسمها بطولات كاس العالم للاجهزه. انا ممكن اخش كاس يعني. العالم العب حلق بخش كنا اخش العب على الارضي. دي حاجه جديده نسبيه ولا دي بقى لها سنين؟ انا واخد ثالث كاس عالم وثامن كاس عالم على حصان القفز. فهي بقى لها سنين، بس بقى حديثا ممكن من خلالها على مدار الاربع سنين اللي هي الاولمبيك سايكل في الاربع سنين تجمع نقط، من خلال النقط دي لو اعتريت التصنيف العالمي تتاهل الاولمبيكس على طول بغض النظر عن طريقه تاهيل الفريق والفردي العام للاولمبياد. يبقى انت كلاعب متخصص في الجهاز ده نتيجة ان انت تعتريت التصنيف العالمي تأهيت للأولمبيكس على طول. أوكي. فهي الجمباز في مجالات كتير في فايدة كتير. اعتزالي بقى في سن الثلاثين ده انا كنت شايف ان انا قادر اكمل، وطول ما انا قادر اكسب وفي المجموعة المتصدرة في مصر هنا انا ما كنتش مش عايز ابطل. بطلت انا الاول. بطلت حضرتك الاول ليه؟ دايما الناس بتحب تبطل في يعني في القمه بتاعتها بالذات الرياضيين. احسن حاجه عشان تسيب ذكرى حلوه في الملعب وتسيب فكره حلوه عن نفسك في الملعب. انا قلت لحضرتك دوره الالعاب العربيه قبل الهوا من اعز البطولات عندي 2007. اصدقائي المقربين ليا قلت لهم تعالوا احضروا البطوله دي عشان انا هعتزل في البطوله دي. هكسب اول وهعتزل وانا على المنصه قبل البطوله. وقد كان. وقد كان الحمد لله. حتى في ناس بتقول لي بعد البطوله انت اعتزلت ليه؟ انا بعمل دراسات عليا في الكليه وكان عندي الدكتوراه ما عارفش مش عارف اخلصها 30 سنه وما اتجوزتش، فكنت عايز اشوف حياتي وعايز اشوف دنيتي. فاكتر من كده كان هيبقى. طب اتجوزت ولا ايه؟ طمنا عليك. معايا مريم احمد ما شاء الله ربنا يبارك لك. مريم بتلعب كاراتيه. لعيدي جمباز برضه. لا مريم بتلعب كاراتيه ودي برضه حاجه انا عايز اوجه الناس ليها. انا شفت ان بنتي وانا مدرب ولاعب جمباز مش حابه قوي وجسمها طويل شويه على الجمباز. اوكي. وهتاخد مجهود كبير جدا في الجمباز. قعدت معاها وتحاورت حوار كبار. عايز تلعبي يا مريم جمباز؟ قالت لي صعب شويه يا بابا. خلاص يا حبيبتي. لعبنا اول بطوله مهرجان اطفال كده. اوكي. خدت ميداليه انبسطت. طب تعالي نروح نلعب حاجه ثانيه. بتلعب كاراتيه دلوقتي مع الراجل المحترم دكتور مراد عاصم في جهاز الكاراتيه. هي اللي اختارته بقى. هي اختارته. فمن احسن الناس ومن اقدر الناس في مصر دكتور مراد عاصم وبحييه وبوجه له تحيه. بيمرنها بطل عالم كابتن عمر عبد المنعم ما شاء الله يعني. ودي حاجه فكر رائع في نادي الاهلي ان بيخلوا المدربين اللي هم كانوا ابطال بيمرنوا الاطفال الصغيرين. عندي حاجه ثانيه صغيره كده اسمها احمد جنني بيلعب بقى ده لسه في الجمباز في المدارس يعني. ما شاء الله ربنا يفرحك بيهم ويبارك لك فيهم يا رب وتشوفهم احلى عريس وعروسه. انا كنت سالت حضرتك السؤال ده عشان حتى لو تلاحظ حضرتك في المقدمه قلت ان في كتير من الاباء والامهات دايما عرف كده يعني عرف ان الولاد الصغيرين في مرحله سنيه مبكره يبتدوا في الجمباز يكملوا فيه ما يكملوش ده موضوع تاني، هيلعبوا جنبه رياضه تانية او ما يلعبوش ده موضوع تاني، بس دايما معانا الجمباز عند الاطفال. ليه وهل ده صح ولا غلط؟ لا هو صح جدا وده على مستوى العالم مش عارفه في مصر. ممكن عشان الحركه الكتيره علشان الطاقه اللي بتبقى عندهم. القدرات البدنيه اللي موجوده في الجمباز مش موجوده في اي لعبه تانية. ومعدل التركيز في الاداء في الجمباز مش موجود في اي لعبه تانية. انا هقول لحضرتك بس حاجه صغيره احصائيه بسيطه جدا. لعيبه الجمباز اللي كبروا واللي كانوا في المنتخبات واللي معانا في المنتخب اتشرف ان انا اكون استاذ جامعي. اشرف نشأت كان لعيب معايا في فريق الدرجه الاولى هيناقش الدكتوراه قريب. في معانا في المنتخب مهندسين. دكتور محمد شيف السحارتي طبيب اسنان ده لاعب اولمبي. دكتور محمد سرور. دكتور رفع عبد الكريم من ابطال العالم زميلي ودفعتي. دكتور زميلي في الكليه. الجمباز بيخليك على درجه عاليه جدا من التركيز. الجمباز بيخليك قادر تنجز مهامك في اقل وقت. يعني لو اي حد تاني بيلعب لعبه في وقت صغير بيذاكر في وقت كبير، لاعب الجمباز بيذاكر في وقت اقل. غير ان القوات البدنيه في الجمباز بتاهلك انك تلعب اي لعبه تانيه. فلا حاجه كويسه جدا، بس ما اصرش ان ابني يكمل وهو ما عندوش القدره. انت ما ضيعتش وقت، انت خدت قدرات بدنيه كويسه جدا. انت اتمرنت مثلا سنه ولا اتنين تقولش انا بقالي سنتين بتمرن، سنتين من عمر الجمباز مش كبير.
لكن انت ممكن انت وقفت على رجلك وقفت ابنك على رجله وديت قدرات بدنيه كويسه ممكن يروح يلعب رياضه تانية يتفوق فيها احسن منه. طيب بص يا دكتور كريم احنا يعني هنروح فاصل بس اكيد هنرجع للنقطه دي، ازاي ممكن نفيد الاهالي اللي بيتفرجوا علينا ان هم يختاروا الرياضه السليمه او الصحيحه لاولادهم؟ تمام نروح فاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم. يا اهلا بكل حضراتكم من جديد. دلوقتي نهاوند ختمت اللينك اللي فات بسؤال مهم جدا، فكره ان ازاي الاولياء الامور الاباء والامهات يختاروا الرياضه الأمثل والأنسب لولادهم، دي نقطة مهمة. وفي نفس الوقت في الفاصل كانت بتتجاذب أطراف الحديث مع دكتور علي برضو في نقطة ما تقلش أهمية، طب هنعمل إيه بقى دلوقتي؟ نبتدي بأني فيهم؟ نبتدي بأي حاجة. طيب نبتدي بالسؤال ده الخاص بالأهل، إزاي فعلا يختاروا الرياضة؟ أنت في زي ما قلنا في الأول مفيش مانع أنك تلعب رياضة الجمباز، يعني هتكسب قدرات بدنية كويسة جدا، دي حاجة. حاجة تانية أنت عارف أكتر واحد عارف مقاييس جسم ابنك، ودي الحاجة التانية. أنا لما هيجي لي لعيب في بعمل الاختبارات ويجي لي لعيب كويس أنا مش هقول له لأ اعتباطا، يعني أنا مش عايز مثلا خدت مجموعة لاعبين، لو في لعيب كويس أنا هاخده، طالما قلت لحضرتك إن هو مش من المجموعة اللي أنا هختارها وجه ابنك لرياضة أخرى. في رياضات عايزة ولد مليان شوية زي الجودو زي الرمي زي ألعاب القوة، في رياضات عايزه ولد رفيع وطويل، ايه ده ابنك طويل ومعدل الطول عنده عالي، وجهه لرياضات زي الباسكت زي هاندبول زي، فانت بناء على مقاييس جسم ابنك انت ادرى واحد بيها وجهه. مفيش مانع ان انت تلعب جمباز في الاول، مفيش مانع ان انت تستمر في الجمباز في الاكاديميات اسف كفتنس او كصحته كبدايه سنه 2 3 4، بس لازم تبقى عارف بعد كده ان انت هتوجهه للحاجه اللي مناسبه لطبيعه جسمه. انت اكتر واحد متابع لطبيعه جسمه، انت اكتر واحد متابع لتطوره، ما تصرش على حاجه هتضر ابنك في المستقبل، ما تصرش على الرياضه كمكسب، لا تصر على الرياضه لصحه ابنك. لا هو في بس نقطتين عشان ما نتلخبطش بينهم، هو الجزء الاولاني انا ازاي اصلا في البدايه اعرف ابني اوديه انهي رياضه، في حضرتك رديت عليها في شق ان انا حسب التكوين الجسماني، التكوين الجسماني طبعا. الشق الثاني مختلف بقى، لان احنا بنتكلم ازاي الاهالي المفروض تتعامل مع اولادها فيما يختص بان انت مش لازم على فكره تطلع الاول دايما او تفوز دايما حتى لما تختار الرياضه الصح، خلاص مش لازم ابني دايما يفوز، يعني مش لازم اعقد الطفل ان هو لو طلع مركز تاني او ثالث ان هو كده فاشل. لا دي خطا بيقع فيه اهالي كتير، دي خطا قاتل بيكره الولاد في الرياضه. فهي الفكره كلها في ان انت ما تتعاملش على ابنك ان الهدف من ممارسه الرياضه هو المكسب بس، اتعامل مع ابنك مع الرياضه لانها جزء من الحياه، ما الحياه فيها ابس اند داون، فيها فوق وتحت وفيها حاجة كويسة وفيها حاجة وحشة. طب ما الخسارة واردة، النادي صح. الأهلي بقوته، برشلونة بقوتها، فريق ألمانيا لكرة القدم بقوته صح. بيخسر، فوارد إن أنت ميبقاش يومك وتخسر، وارد إن يحصل خطأ سواء منك أو خارج عن إرادتك وتخسر، فده وارد. فما تعملش مع ابني على الأساس ده عشان ما كررش الوارد، لا بتعامل معاه إن هو عمل اللي عليه صح. لو ما عملش اللي عليه او تكاسل افهمه ان ده خطا، مش نهايه العالم يعني بالظبط. طب احنا ممكن نروح بقى في اخر كام دقيقه للتغذيه يا كريم، لان احنا اتكلمنا مع دكتور كريم في الفاصل برضو عن قصه التغذيه وازاي البني ادم يقدر ان هو يفهم يعني ازاي ياكل صح وفي نفس الوقت ان الجسم ذكي. حضرتك قلت لنا نقطه ان الجسم ذكي جدا، حتى انا كنت بهزر مع كريم بقول له يا ريت كان الجسم غبي علشان نقدر نخس بسهوله، لان الجسم مبرمج بشكل ان هو لازم احنا زي ما حضرتك قلت ناكل في اوقات معينه، لازم ناكل على 5 وجبات مش بس يبقوا قليلين، يعني في سيستم الجسم لازم يتسيستم عليه صح كده ويمشي عليه. طبعا تغذيه الرياضي كمان حاجه ثانيه، يعني كل ما هو مفيد لازم اللاعب الرياضي ياكله. يعني نبعد تماما عن، يعني بنلاقي بعض اولياء الامور الافاضل طبعا مش بيعمل ده بحب مع ابنه ان هو بعد التمرين بيجيب لابنه بيتزايا او مكرونه، لا ده خطا. ابنك فقد ايه في التمرين؟ ابنك فقد ما بين املاح معدنيه ما بين الياف عضليه اجهدت من التدريب، فمحتاج بروتين، محتاج فاكهه، محتاج حاجه تعيد انتاج الطاقه في جسمه تاني، محتاج قبل التمرين حاجة تديله طاقة في التمرين، مش لازم حاجات جانك فود. نبعد تماما بالنسبة للاعبين الرياضيين عن جانك فود، هناكل نقلل النسبة بس بتاعتها شوية، دي حاجة. حاجة تانية كتير جدا من اللعيبة الرياضيين أو كتير جدا من الناس ما بيفطرش، ودي حاجة سيئة جدا بالنسبة لأي لاعب رياضي أو بالنسبة لأي حد حتى في الحياة العادية. افطر حتى لو الفطار بسيط،
ومش عارف تاكل دلوقتي، كتر عدد الوجبات بس قلل الكمية، وحط في الوجبات حاجات مفيدة. وفي مبدأ بيسموه مبدأ الألوان، اللي هو أكل من كل ألوان الفاكهة، أكل من كل ألوان الخضار، أحط مجموعة ألوان متعددة وما تصرش على شيء. يعني أنا ابني مثلا ما بيحبش السلطة كسلطة، طبق سلطة أقطعها له بأشكال. أنا بعمل كده مع أولادي شخصيا، يعني أقطعها له بأشكال مختلفة، أقطعها له سلايس، أقطعها له حتى أحمد ابني بيقول لي سميني الخيارة، أقطعها لي مونستر يعني عاملة زي الوحش كده، تبقى عامله زي الاسنان، فبعملها له زي ما هو عايز ياكل. بتكبر في السن على بتخلص طبق السلطه بالمنطق ده. هو بس هنعمل ايه؟ هنعمل ايه بس عشان ياكل؟ هو بس هو صح طفل. فعلا ما يعني تعاملش مع، احنا بنتعامل مع الطفل على انه ناضج. لا، انا اتعامل مع الطفل بعقله. لو اتعاملت مع الطفل بعقله هستريح. طيب انا عندي بقى سؤال مبني بالكامل على فضول شخصي. انا عارف ان حضرتك حاصل على درجه الدكتوراه في الفلسفه، فلسفه التربيه الرياضيه وتحديدا. هو اسمها دكتوراه فلسفه. احنا عندنا مسمى يبقى دكتوراه فلسفه، لان انت بعد ما بتترقى من تحضر الماجستير بتبقى بتتجه لاتجاه معين تخصصي شويه، عمليه تدريبيه. انا مثلا اخترت الجزء التدريبي. يعني ايه الرابط ما بين الفلسفه لان انت كواحد ليك فلسفه في شغلك، ليك مفهوم لشغلك. انا مفهومي وفلسفتي في شغلي ان مش بس صناعه البطل، صناعه البطل بيندرج تحتها مجموعه من العلوم، منها علم النفس، منها علم الاجتماع. يعني ازاي بتواصل مع لعيبتي، ازاي بفهم كل شخصيه لاعب عن الاخر، ازاي بحط كل برنامج تدريبي للاعب مختلف عن الاخر، لان كريم مش زي نهاوند، مش زي كريم، انا وانت كريم احنا مش زي بعض. فكل واحد له طبيعته، كل واحد له الاداء الرياضي الخاص بيه، كل واحد له مقياس الجسماني بتاعه، كل واحد له طبيعه النشاط العضلي الخاصه بيه. ازاي اعطي البرنامج التدريبي اللي خاص بكل لعيب؟ ودي كمان الصعوبه في الجمباز، انا بمرن 6-7 لاعبين، كل واحد له الشغل الخاص بيه، المهارات اللي يقدر يؤديها بشكل سليم، البرنامج التدريبي اللي خاص بيه. بعد الدكتوراه بنحضر بقى حاجه ثانيه اللي انا اتحضرتها دلوقتي وترقيت لي، اسمها استاذ مساعد. انا استاذ مساعد في كليه التربيه الرياضيه، واتشرف بانتمائي لاعرق كليه في مصر. موفق ان شاء الله. شكرا، الله يخليك استاذ كريم. شكرا ليك دكتور كريم، بجد مثال رائع يعني لاعب وبعدين مدرب وكأب من اللي احنا سمعناه بجد. الله يكرمك. الله يكرمك استاذ كريم، وبشكر حضرتك جدا وبشكرك يا استاذ كريم، ومتالقين دايما ان شاء الله كل مره كده تكسب في البرنامج الاذاعي بتاعك وتطلع الاول. ربنا يخليك، متابعتك تشرفني وعلى راسي. انا بتابعك على طول والله، وبتابع استاذ نهاوند، واتشرف بوجودي مع حضراتكم دايما. ربنا يخليك، احنا بنتشرف بوجود حضرتك معانا، نورتنا، وان شاء الله يعني نلتقي مره ثانيه عن قريب على خير باذن الله. فاصل فاصل، وهيبقى معانا بقى نموذج جميل جدا رياضي نسائي، وكمان هي بنت يعني قامه كبيره فنيه كمان معانا، يعني رشا سامي العدل. بعد الفاصل خليكم معانا بحضراتكم في اخر فقره، والفقره دي خلينا نقول هي مختلفه في كل حاجه، مختلفه عشان معانا اولا ابنه ثنائي جميل جدا في الفن، وكمان هي شخصيه مختلفه. هي فتاه، لكن نتكلم هنا عن ميكس بين الرياضه وانها مرأة وانها كمان ليها علاقه بالفن، فحاجه جميله جدا. خلينا نرحب بيها بالبدايه كده، خلينا نرحب برشا سامي العدل، وهي طبعا ابنه الفنان الكبير سامي العدل، ربنا يرحمه يا رب، والفنانه الجميله ناديه شكري. ومين مش عارف الفنانه ناديه شكري ومسرحيه طبعا العيال كبرت دورانا بجد. ربنا يخليك، نورك يا رب. سعداء بوجودك معانا يا رشا، وانا وعندنا الحقيقه يعني ملفات كتير نتكلم معاكي فيها. بس قبل ما ندخل في الاسئله وقبل ما نفتح اي ملفات، عايزين نقول لك الف مليون مبروك اللي حضراتكم شايفينها معانا منورانا على الشاشه. اصبحت جدا مؤخرا. طبعا بقيتي تيتا يا رشا، بقيتي تيتا يا رشا. اتفضعت خلاص كده يعني ايه، ما شاء الله. بقيت جدا الحمد لله، عندي حمزه ما شاء الله، ربنا يخليك. وكمان قائد لاول فريق موتوسيكلات مختلط في العالم. لا، مش اول فريق موتوسيكلات مختلط، طبعا في مختلطين، لكن انا اول ست ابقى رئيسه جروب فيه رجاله وستات ام سي، لان طبعا في فرق ما بين الار سي والام سي، ده يطول شرحها. طبعا الار سي والام سي بص، الار سي ده رايدنج كلب، بتبقى الاهداف منه او اي حاجه ما ملهوش اهداف خالص، هو عباره عن ناس عايزه تركب موتوسيكلات مع بعض وخلاص. الام سي هو اكتر فاميلي، يعني هم بيبقوا عيلة أكتر، بتبقى متطلبات أصلاً الدخول ليها صعبة مش سهلة، مش مجرد أن حد بيركب موتوسيكل فإحنا ناخده معانا، لا طبعاً بيقعد يخش الأول ما بين العيلة دي، العيلة الكبيرة اللي هي بتاعت الموتوسيكلات، يندمج معاهم، يتعود عليهم، يعرف عاداتهم وتقاليدهم، يعرف هم عاملين زي، يبقى معاهم حتى في إيفنتات ملهاش علاقة
بالموتوسيكلات، فهو مبني اساسا عن العيله ونمط حياه كامل نقدر نقول بالظبط كده على عيله. مش غريبه شويه رشا ان تبقى اول سيده او اول فتاه بتكون هي رئيسه لفريق مختلط تكون من مصر، علما بان في الغرب ومن زمان قوي الثقافه مختلفه طبعا بطبيعه الحال، ففكره ان في بنات بيسوقوا موتوسيكلات اقدم واكتر بكتير من عالمنا العربي. لا للاسف الفهم الخاطئ بقى، انا هقول لك دايما بيقول لك ان هنا عندنا تفكير رجعي شويه وان الست مكانها البيت والحاجات دي. للاسف في الامسيز بره مصر الست اصلا ممنوع تركب موتوسيكل في اي امسي، يعني ما ينفعش تبقى اصلا ممبر عضو من الاعضاء معاهم، ما تنفعش اصلا تبقى موجوده لان هي مكانها البيت، يعني تبقى اول ليدي او انها تبقى سيرفيس ليهم ايا كان بقى، مش عايزه اقول بس خدمات اخرى يعني، لكن كون انها تبقى بايكر لا ده مستحيل، ده ممنوع اصلا. فانا كسرت العادات والتقاليد العالميه اذا كان في اوروبا او اذا كان في امريكا او اذا كان في اي بلد في الدنيا اجنبيه. يعني بنتكلم ده مش اول فريق موتوسيكلات مختلط في العالم، لا هو فيه بس لان في معلومات اللي الاعداد كاتبها يبقى دي غلطه بقى. لا 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 هو ار سي، الار سي في منه كتير، احنا ام سي، فالام سي هو انا فعلا اول. انا كده فهمتك دلوقتي ان معلومات اول انها قائده لاول فريق موتوسيكلات مختلط في العالم. ايوه ام سي بقى مش يعني مش ار سي، ار سي ده ممكن اي حد عادي ينزل معاهم، ممكن تبقى جاست عادي مش لازم تبقى ممبر، و يعني ده اسمه باتش. في حاجه اسمها باتشات ورا اللي انا محطوطه في الفيست من ورا دي اسمها فولي باتش. فولي باتش ممبر، مش هتلاقي ست فولي باتش ممبر اصلا في اي جروب ام سي، لكن ممكن تبقى مرات حد تركب وراه مثلا. لا بس انت غيرتي القاعده دي اهم حاجه. انا كسرت البدايه طبعاً. اصلا جت منين يعني فكره حبك للموتوسيكلات والموتوسيكلات اللي هي انا طبعا ما بفهمش قوي في الحاجات دي، بس يعني رشا من الناس اللي كل يوم والتاني حضراتكم تلاقيها منزله على صفحتها على الفيسبوك يا اما صور فوتوغرافيه يا اما فيديوهات، في الحالتين بتقود سرب كبير ملوش اول من اخر من موتوسيكلات ورجاله ومجانس وراكي. ايوه بدايه حبك للموتوسيكلات جت منين؟ انا بركب موتوسيكلات من وانا عيله صغيره جدا، من ايام البيبي هوندا بقى ومن ايام الموتوسيكل اللي هو كان عجله ويقلب بموتور. أيوة كده ويقلب. أيوة موتوسيكل. فانا كنت بركب من وانا عيله صغيره قوي، والموضوع كبر معايا شويه وسبت مصر ورجعت تاني وانا الموضوع في دماغي، وبابا كان مانعني طبعا عشان حوادث وعشان طبعاً. انا بنت وعشان برضو نفس الفكر التقليدي بتاع الناس ان ازاي بنت تركب موتوسيكل. لحد ما يعني بابا كان تعبان قبل ما يتوفى على طول وقال لي نفسك تعملي ايه؟ ايه اللي انت كان نفسك تعمليه وما عملتوش؟ ما تضيعيش عمرك يعني. فقلت له نفسي ارجع اركب موتوسيكلات تاني، قال لي لسه لحد دلوقتي؟ قلت له بس اوعدك انا مش هسوق ريس تاني، لان انا كنت زمان بسوق ريس. تمام. الله بصلي على كم من ايوه ده التعليق المناسب. ف اول ما لقيته بيقول لي انت مش عيله صغيره، انت واحده اتجوزتي وخلفتي وكبرتي خلاص، اعملي اللي نفسك فيه بس خدي بالك من نفسك وما تغلطيش وما توعيش وما تعمليش. قلت له حاضر. فاول حاجه عملتها ان انا طلعت من اوضته في المستشفى اتكلمت واحده صاحبتي بتركب موتوسيكلات، قلت لها هي دوري لي على موتوسيكل انا هركب موتوسيكلات. وفعلا حصل وانضميت لفريق الاول قبل ما اعمل الفريق ده، بس ما حصلش نصيب. هو فريق زي الفل وجميل جدا ومن الفرق الكبيره قوي في مصر وما زالوا لحد دلوقتي اصدقائي، ولكن انا ما حسيتش نفسي ما بينهم. اما جيت طلعت من الفريق ده لقيت الناس بتتحداني وبتتريق عليا، واللي هو انت فاكره نفسك هتعملي ايه يعني، انت مشيتي اهو ما بقاش عليكي جروب. فلقيت ايه ده، هو انا ليه ما اعملش اصلا جروب؟ لقيت واحد صديقي جدا بيركب موتوسيكلات، قلت له انا بفكر اعمل واحد اتنين تلاته، قال لي ثانيه واحده، وقام رجع لي قال لي انا سبت الجروب اللي انا فيه يلا بينا. قلت له يلا بينا انت مجنون؟ انا لسه يعني لسه بقول لك انا بفكر. انا بفكر انا لسه ما عملتش اي حاجه. قال لي انا معاكي وانا متاكد ان انت هتعرفي تعملي ده. وقد كانت. هو حاليا النائب بتاعي مينا جورج، هو ده اللي شجعني اصلا ان انا اخش في الطريق ده واعمله، وقال لي انا وراكي اللي انت عايزاه وهنوصل سوا باذن الله. وحصل. حد من ولادك يا رشا عامل زيك يعني عنده الروح دي؟ بنتي عندها 13 سنة. البنت برضه. بنتي مبسوطة قوي بالموضوع ده وبتيجي معايا، وابني على فكرة برضه بيسبورت كتير جدا وبيركب ساعات ورايا، يقول لي تعالي خديني لفة كده ويبقى مبسوط، وهو نفسه يركب موتوسيكلات برضه، بس لسه يعني قال لي ايه شوية كده ايه عايز اخش معاكي الأول افهم ايه الموضوع واقابل الناس وكده وابتدي. انت وصلتي في واحدة من رحلاتك لحدود سوريا.
انا لفيت لبنان كلها. أوكي. يعني انا رحت عندي صحابي كتير في لبنان برضو كانوا بايكرز، قابلتهم هناك وادوني موتوسيكل من عندهم كمان، لفيت بيه لبنان وطلعنا على حدود سوريا وحدود اسرائيل ورجعنا. اوكي شيقه قوي. انا مبسوطه جدا والله. لا وبعدين ببساطه يعني تتكلم عادي. وعلى فكره احنا كل سنه كمان بنطلع بنلف سينا كلها، يعني في جروب اسمه ايجيبت رايدرز، ده برضو من الجروبات الكبيره قوي. الجروب ده كل سنه بيعمل حاجه اسمها سيف سيناي، سيناء امنه، بنطلع نلف في بنروح شرم الشيخ وبعدين نطلع من شرم الشيخ على دهب وبعدين نويبع وطابه ونرجع تاني. فكل سنه احنا بنعمل الرحله دي وانا الحمد لله يعني كل سنه بطلعها معاهم. طب قولي لنا بقى عن السيرتيفيكت اللي قلتي لي قبل الفاصل اللي فزتي بيها. وده كان في تحدي تبع وزاره الشباب والرياضه واتحاد دراجي مصر، يعني ان حد يعمل 1000 كيلومتر بالموتوسيكل ويعمل 50 كيلومتر مشي. 50 كيلومتر امشي 50 كيلومتر امشي 50 كيلومتر مشي و1000 كيلومتر بالموتوسيكل. فده كان تحدي من الوزاره وانا نهيته اهو الحمد لله. اخذتي مركز ايه اول؟ والله يا مش بالمركز، هو انا انهاء التحدي. فاحنا انا نهيت التحدي. عملتيها ضمن كام حد بقى معاكي؟ هو احنا اتنين اللي عملناهم، انا ووائل طامو. وائل طامو ده رئيس اتحاد يعني هو اتيوب ذا يونايتد براذرز اوف بايكرز اوف ايجيبت اللي هم اتحاد الدراجين في مصر يعني. طب انت طب سيبك من ال 1000 1000 كيلومتر بالموتوسيكل 50 كيلومتر. احنا هنوقف عند النقطه دي. يتوقف عندها. قعدت فيه قد ايه دول؟ هو المفروض ان احنا بنعملها على مدار شهر، ولكن انا كان اياميها كنت بعرض مسرحيه فما كنتش فاضيه خالص ان انا اعمل ولا ال 1000 كيلومتر ولا ال 50 كيلومتر مشي. ففضلت مرحله 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 لحد قبل انتهاء التحدي بحوالي 4-5 ايام، وقررت ان انا لازم اخلص ال 1000 كيلومتر وال 50 كيلومتر ماشي. فخدت بعضي ركبت موتوسيكلي طلعت لحد الغردقه، لفيت شويه في الغردقه، رحت قعدت في الجونه، وقمت راجعه بعديها بيومين رجعت على القاهره وابتديت اتمشى مره الصبح مره بعد الظهر مره بالليل هكذا لحد ما خلصت ال 50 كيلومتر. وبتتحسب ازاي بقى؟ بيحسبوها في برنامج بيبقى موجود على الموبايلات عندنا. احنا بنبتدي بنعمل ستارت من الستارت بوينت بتاعتنا مطرح ما بنبتدي ومدايسين عليه وهو بيحسب بقى ايه اللي بيتعمل. نفس الحكايه مع الموتوسيكل، بنصور العداد بتاع الموتوسيكل عشان برضو نثبت ان احنا فعلا عملنا ده يعني. اوكي طيب جميل. احنا لسه عندنا محاور كتيره هنتكلم فيها مع رشا سامي العدل، وفيها كمان الشق الفني بقى والعائلي، ان معانا صور جميله محضرينها لحضراتكم. بس خلينا نروح فاصل سريع ونرجع نكمل. يا اهلا بكل حضراتكم من جديد، عوده لعشرة الصبح في الاهلي ولضيفتنا الجميله اللي منورانا رشا سامي العدل. ولمجرد ان اسمها رشا سامي العدل يبقى ما فيش مفر غير ان احنا نتكلم عن الفن في حياة رشا. وانتي نشأتي في أسرة فنية من طراز رفيع وبتتسم كمان بأن العيلة عندك مقسومة نصين، نص أهلوية جدا قوي خالص ونص زملكاوية جدا قوي خالص. دي حقيقة دي حقيقة، وناس كتير قوي مستغربة أنا إزاي طالعة أهلوية مثلا وطالعة أهلوية لمين. أنا فعلا هم ست إخوات، ثلاثة أهلوية وثلاثة زملكاوية، ولكن أولا أنا أمي زملكاوية أهلوية. ماما أهلوية أصلا. غير كده أنا اتربيت من وأنا عيلة صغيرة قريبة جدا من عمتي، وعمتي أهلوية. يعني هي اللي كانت بتقعد معايا وهي اللي كانت على طول بتذاكر لي وكانت بتعمل لي كل حاجة، وأنا بعشق عمتي. فعمتي أهلوية، فأكيد طبيعي جدا إن أنا اتعودت إن أنا أقعد أتفرج معاها على الماتشات وأشجع الأهلي، فبقى الأهلي خلص. يعني في دمي خلاص. أعمل إيه طيب يعني. فدي حقيقه موضوع ان انا اهلاويه. الماتشات اللي فاتت والبطولات الواحده ورا الثانيه. بصي او انا من ساعه ما بابا توفى وانا اصلا ما بفتحش التلفزيون كتير، ولكن غصب عني الاهلي يعني تلاقيني قمت الاقي ماتش اهلي ايدي تاكلني، فتلاقيني قمت رايحه مع صحابي اتفرج على الماتش، افتح الماتش في البيت كده يعني. فاكيد بتحبها. من صغرك يعني حضرتي تصوير اعمال كتير وكنت موجوده دايما في بلاتوهات السينما والتلفزيون طبعا، ومسرح كمان كنت بروح المسرح مع ماما كتير جدا، لان انا طبعا حتى بعد ما انفصلوا يعني بابا وماما انا كنت على طول مع ماما، فكنت بروح معاها بابا كنت بروح معاه طبعا بلاتوهات، اذا كان بقى مسلسل فيلم ايا كان على طول كنت معاه. ولحد ما توفى كان بيبقى مثلا عنده عرض مسرحي او كده كان يقول لي تعالي اتفرجي قولي لي رايك، تلاقيني من اول الناس اللي بروح. و انا بقول لنا بقى دي كانت امتى الصوره دي، في مسرح ولا فين؟ لا الصوره دي من غير ما نقول فين. طيب. بس الصوره دي كانت في التسعينات، كانت بالظبط سنه 95
كنت انا لسه انا كنت عايشه في استراليا اصلا، فكنت لسه راجعه من استراليا فريش، وكان بابا وحشني جدا، فكنت شبه ببقى معاه كل يوم في الايام دي. حلو جدا. ودي مع بابا وماما طبعا في بيتنا القديم قوي، اول بيت اتربيت فيه اصلا في اول الهرم ورا المحافظه، محافظه الجيزه. وده كان في عيد ميلادي مع أنكل الله يرحمه أنكل أحمد زكي، كان في عيد ميلادي، وعادة بابا كان بيعمل عيد ميلادي ويعزم كل أصحابه الفنانين يعني. أحمد زكي معروف عنه الله يرحمه طبعا، هو كان الأطفال بيحبوه حبيبي. لا الأطفال كانوا بيحبوه قوي كمان. أو أنا علاقتي بيهم كانت مش قصة أطفال على قد ما هي الناس دي كانت عايشة في بيتنا يعني طبعًا. كانوا على طول عندنا طبعًا. في البيت حبيبي حبيبي. ده كان سنة 96 عمر الشريف الله يرحمه حبيبي حبيبي. أنا وماما ده كان عيد ميلادي ال 22 وبابا اللي كان عامله لي. ما تغيرتش كتير عن مسرحيه لا ولحد يعني دلوقتي هي مينيون قوي، هي حاجه صغيره كده قصيره وتقطعها مسمسمه كده و... جميل جميله نونا حبيبي. طبعا عادل ادهم كتكوت الامير يا ده زمن برده كان في عيد ميلادي على فكره. وده كان في عيد من اعياد ميلادي برضو مع ماما وبابا. على فكره بابا وماما كانوا مطلقين في الصوره دي، كان هنا بقى اكبر من 5 سنين صح كده. كان اكبر من 5 سنين تقريبا، كان عيد ميلادي السادس ده او السابع حاجه كده يعني. وده عيد ميلادي برضو. انت كنت بتقضيها اعياد ميلاد بس ولا ايه؟ بابا على طول كان بيعمل عيد ميلادي، ولو تلاحظ انا عمي رمزي موجود في الصوره وعمي مدحت وبابا وماما طبعا. وده اللي بيميز ماما وبابا طول عمرهم ان هم كانوا اصدقاء، ويمكن انا اتعلمت ده منهم حتى مع طليقي ان هو ما زال صديق. عمر يا حبيبي عمر حريري برضو كان في عيد ميلادي برضو كان في عيد ميلادي. بابا كان دايما بيحرص ان هو يعمل عيد ميلادي كل سنه. صحيح. طيب ايه اجمل يعني ذكرياتك بقى في مسرحيه العيال كبرت تحديدا، وما كنت بتروحي مع الفنانه الجميله والدتك ناديه شكري، وقتها كان باباكي ومامتك لسه ما اتطلقوش انا عارفه، فيعني اجمل الكواليس. بصي هو انا ما افتكرش قوي لان انا كنت صغيره جدا، انا كان عندي حوالي 4 5 سنين. كنت بتروحي معاها؟ بس ما افتكرش قوي. هو انا كل اللي فاكراه ان بابا وماما كانوا الاثنين بيعملوا مسرح قدام بعض. هو ده اللي انا عارفاه، ان كان في شاهد ما شافش حاجه، وبابا كان عامل دور الاسد، وماما كانت عامله العيال كبرت، وكانوا الاثنين يعني كانوا قصاد بعض يعني. فكنت ده اللي انا عارفاه، لكن حضرته وفاكراه لا طبعا. كانوا من اهم المسرحيات يعني، مسرحيتين اقوى طبعًا من بعض طبعا. ومدرسه المشاغبين وحاجات برضو اللي اثرت في المجتمع يعني. مش عارف، مش جاي لي قلب اسالك على يعني اغرب مغامره، ما انت حياتك كلها مغامرات الحقيقه، اصعب رحله بالموتوسيكل الحوادث كلها. برضو اللي حكيت لنا انت كمان عنها. قلت لنا ان في عندك نقطه كده توعويه عايزه تاكديها على اللي بيتفرجوا علينا. انا نفسي البني ادمين يبقوا عارفين ان احنا ماشيين على عجلتين. انا لو راكبه عربيه ب4 عجلات وحد كسر عليا عادي جدا ان انا ممكن اخد شمالي شويه او اخد يميني شويه. لكن لما بقى على عجلتين وحد يجي فجاه ويوم كاسر عليا او داخل من قدامي او مقرب مني جدا يعني مقرب عربيته من الموتوسيكل، انا ممكن انا ممكن اموت. وبعدين احنا بيبقى معانا اولادنا وساعات الرجاله بيبقى معاهم مراتاتهم او امهم او كده، يعني المفروض يراعوا الحته دي ان مش معنى ان احنا على عجلتين ان احنا عادي، مش مشكله ان هم يعملوا فينا كده او يوقعونا. احنا روح طبعا. وبعدين احنا ناس محترمه يعني، احنا مش من الناس اللي بتعدي من جنب الستات تاخد شنطتها. على فكره ده بتحصل، انا ببقى معديه من جنب بنت ماسكه شنطتها، اول ما تسمع صوت موتوسيكل تقوم ماسكه الشنطه لا احنا مش كده يعني، احنا ناس ولاد ناس وبنركب موتوسيكلات هوايه، مش واخدينها مصلحه او ان احنا نعمل بيها حاجه وحشه. بالعكس ده الهوايه دي بتبعدنا عن الوحش، بنات وشباب يعني، بتبعدهم عن السهر، عن شرب الخمر، عن المخدرات، عن اي سلوك وحش او بيهيفير وحش ممكن يتعمل، بتبعد عنه لان انت بتبقى عايز تركز على الطريق، مش عايز تقع، مش عايز تعمل حادثه، مش عايز يحصل لك حاجه، فبتبقى عايز تبقى كونشنس. طب انت يا رشا طالما واصله مع الموتوسيكلات للدرجه دي، ما فكرتيش ان انت يبقى في شكل احترافي وشكل يعني في منافسات معينه، بطولات معينه؟ انت طبعا ادرى مني بعالم الدرجات الناريه. هو ده في ده اوكي اوريدي موجود، بدليل انت قدامك دلوقتي ميداليه مثلا، فرصه برضو نعرف عندك الميداليه اللي هي اللي بعلم مصر دي. اوكي.
اتنين دي انت بقى لعيبه في الحاجات دي. ايوه واخده على الميداليات، واخده على الميداليات دي كانت موتو شوت. الموتو شوت دي كانت بنضرب تارجتس اهداف واحنا على الموتوسيكل سايقين، يعني واحنا ماشيين بالموتوسيكل وبتضربي الاهداف وانت ماشيه، وكانوا محطوطين كذا هدف. فانا الحمد لله جبت سكور عالي قوي. واو الاهداف. انت عندك من الامكانيات ما يؤهلك لان انت تتزعمي عصابه على فكره، موتوسيكلات وضرب نار وجو جامد. يعني بنحاول بس مش صعبه يعني. يا رشا ما جربتيش خالص ولا كان جيب بالك ولا عصتي مره؟ بصي هو احتمال ان شاء الله قريب يبقى في مفاجاه ان احنا نطلع في حاجه كده، وده حاجه حصريه العشرة الصبح في الاهلي. رشا سامي العاد دي احتمال كبير جدا بعد كل السنين دي تشاركي في عمل سينمائي. احتمال باذن الله حاجه تخص الموتوسيكلات، وهيبقى في حاجه هقول لك بشكل بطولك ولا بموتوسيكلك. لا بالموتوسيكل وبالجروب كمان. حلو. يعني الجروب كامل ان شاء الله باعضائه هيبقوا بارتيسيبيتين في فيلم في اثاره بقى واثار بقى وعصابات ومافيا وكل حاجه في الدنيا ان شاء الله باذن الله. يعني بنتمنى لك كل التوفيق ومزيد كده من النجاحات. سعدنا جدا جدا بوجودك معانا النهارده رشا سامي العدل، من الناس اللي هي بتتنفس درجات ناريه، ده وصلت بيها لدرجه ان في الفالنتاينز متصوره مع موتوسيكل احمر. طب انا موتوسيكلي احمر اصلا. نورتينا يا رشا، ربنا يخليك بنورك. ميرسي وشكرا ليكم. نورتينا ومثال جميل بجد، وفي بوزيتيف انرجي، في ناس بتقابليهم اديكي بوزيتيف انرجي طاقه ايجابيه. رشا بجد من الناس دي، ربنا يوفقك. هنشوفك تاني ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله اتمنى. الحلقه كده خلصت وانتهت. اتفضل يا استاذ كريم. اشوفكم على خير ان شاء الله بكره باذن الرحمن، قبل دلوقتي بساعتين يتجدد اللقاء وحلقه جديده و10 الصبح. Thank you.